أيها المشاهدين الأفاضل، أحييكم من تلفزيون جمهورية سومنلاند وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة، وأستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يبعث برقية تعزية للشعب ولأعضاء مجلس الشيوخ لوفاة عضو بارز في المجلس. يعود إلى البلاد وفد يترأسه وزير شؤون الرئاسة معالي حرصي حاجي علي. وزير الشؤون الداخلية وتصريحه لتلفزيون سوماليلاند. هذا وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة، وإليكم التفاصيل. بحث اليوم رئيس الجمهورية برقية التعزية والمواساة لأعضاء مجلس الشيوخ وأسرة وأهالي الفقيد علي آدم قلنلي والذي وافته المنية في مدينة هرقيسة. بحث اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلايو برقية التعزية والمواساة للشعب السومنلندي ولأعضاء مجلس الشيوخ ولأسرة وأهالي الفقيد علي آدم قلنلي والذي وافته المنية في مدينة هرقيسة ليلة البارحة. وكان الفقيد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين والدائمين في المجلس هذا، وشارك الفقيد في عملية استتاب الأمن ومصالحة القبائل خلال عملية تأسيس الجمهورية هذا، وأخذ الفقيد دورا مهما في عملية بناء الوطن، وكان حاليا من الأعضاء والمسؤولين الذين أضحوا لوقتهم ولجهودهم في عملية تثبيت الأمن والتعايش في أمن واستقرار بين الشعوب سوماليلاند هذا. وتمنى فخامته أن يتقمد الله الفقيد عز وجل فسيح جناته وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. ووفعنا هذا النبأ المتحدث الرسمي للرئاسة سعادة سليمان أحمد دحل. عاد إلى البلاد اليوم وزير قصر رئاسة الجمهورية والوفد المرافق له بعد زيارة خاصة قام بها إلى المملكة العربية السعودية هذا، وكان في استقبال الوفد في أرض المطار كلا من وزير الدولة للرئاسة السيد محمد موسى أباس ومحافظ إقليم السناك والمدير العام لتلفزيون سومنلاند الوطني سعادة خضر علي قاس ومسؤولين آخرين وشعب قفير. عاد إلى البلاد اليوم وزير قصر رئاسة الجمهورية والوفد المرافق له بعد زيارة خاصة قام بها إلى المملكة العربية السعودية هذا، وكان في استقبال الوفد في أرض المطار كل من وزير الدولة للرئاسة السيد محمد موسى عبيس ومحافظ إقليم سناق ومدير عام لتلفزيون سوماليلاند الوطني سعادة خضر علي قاس ورئيس لجنة تدوين الأحزاب والسلاطين والأعيان ورئيس لجنة تدوين الأحزاب وسلاطين وأعيان وشعب غفير. وصرح وزير رئاسة الجمهورية لوسائل الإعلان أنه بعد أدائه فريضة العمرة في الحرم المكي التقى في المملكة العربية السعودية بجالية سوماليلاند والمقيمون هناك. وأضاف الوزير أنه عرض على جالية سوماليلاند والمقيمين في المملكة العربية السعودية المشاركة في مشاريع التنموية الجارية حاليا في البلاد، خاصة تعبيد طريق برعة سناج، وقبلت الجالية هذا العرض وقاموا بجمع مبلغ من المال تقدر حوالي ب 250 ألف دولار أمريكي كتبرعات لطريق برعة سناج. صرح وزير وزارة الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورنعاده لتلفزيون القومي سوماليلاند ولأول مرة عن القوات الخاصة لحراسة الشركات تنقيب النفط في أقاليم البلاد، وذلك لمحافظة سلامتهم خلال عملية التنقيب. في تصريح لتلفزيون سوماليلاند الوطني تحدث وزير شؤون الداخلية معالي علي محمد ورنعاده لأول مرة عن القوات الخاصة لحراسة شركات تنقيب النفط في البلاد، وذلك للمحافظة على سلامتهم خلال عمليات التنقيب هذا. وتحدث أيضا وزير وزارة الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورنعاده عن جواز سفر جديد أصدرته الحكومة مؤخرا وسيتم تفعيله قريبا في ربوع البلاد. وأشار الوزير أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإصدار هذا الجواز الإلكتروني للمحافظة على سلامة المسافرين السوماليلانديين، وذلك للاستغناء عن الجواز السفر السابق التابع للصومال. وأضاف أيضا أن دول المنطقة ستقبل استخدام شعبنا هذا الجواز وترحب به لأسباب أمنية في المنطقة. ومن جهة أخرى تحدث وزير الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورنعاده عن أهمية تدوين المواطنين وتسجيلهم للمشاركة في العملية الانتخابات العامة في البلاد في العام المقبل.
تحدث عضو مجلس الشيوخ السيد حاجي عبد الكريم حسين عبد ورابه في مقابلة مع تلفزيون سوماليلاند الوطني عن عدة أمور توضح إنجازات الحكومة. تحدث اليوم السيد حاجي عبد الكريم حسين عبد ورابه في مقابلة لتلفزيون سوماليلاند الوطني عن عدة أمور توضح إنجازات الحكومة الحالية، والتي منها برنامج توعوية لإعادة بناء الطرق في أقاليم البلاد والمناطق الأخرى، حيث أشار حاجي عبدي أنه على الشعب إبداء التعاون والمشاركة في عملية التنمية البلاد الجارية حاليا في البلاد مع الحكومة الحالية. وتحدث السيد حاجي عبدي ورابع أيضا عن عملية الانتخابات القادمة في البلاد، وعلى الجميع أن لا يرفضوا إجراء تدوين المصوتين في البلاد، لأنه هذا ما يؤدي إلى تصحيح عملية إجراء انتخابات رئاسية قادمة في العام المقبل. هذا وقد دعا حاجي عبدي ورابه كبير أعضاء مجلس الشيوخ الشعب سوماليلاند للمحافظة على الأمن، وحث أيضا قوات الأمن في توسيع عملية استيداب الأمن. وقيمت في مدينة هرقيسة مناسبة احتفالية عقدتها منظمة التواصل الخيرية، عرضت من خلالها إنجازاتها. أقيمت في مدينة هرجيزة مناسبة احتفالية موسعة عقدتها منظمة التواصل الخيرية، وعرضت من خلاله عن إنجازاتها في البلاد، وشارك في هذه المناسبة الأعيان والشباب في العاصمة هرجيزة ومسؤولين آخرين. هذا وتحدث في المناسبة مدير منظمة التواصل السيدة هباق عبد الله سعيد، حيث قدمت تفاصيلا عن إنجازات المنظمة التواصل منذ تأسيسها. هذا وأشارت أن المنظمة شاركت منذ تأسيسها بمساعدة الفقراء في بعض الأقاليم البلاد. هذا وتم في الختام المناسبة تقديم شهادات تقديرية للمشاركين في الأعمال الخيرية. وفي شأن العالمي، أعلن متحدث بوزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 فلسطينيين وسط قطاع غزة. أعلن اليوم متحدث بوزارة الصحة الفلسطينية أن 5 فلسطينيين قتلوا، بينهم 2 أب وابنه، في غارة استهدفت دراجة نارية في مخيم مغازي وسط قطاع غزة. وأضاف أيضا أنه تم انتشال 3 قتلى من تحت الأنقاض مسجد القسام الذي قصفته الطائرات الصهيونية في مخيم النصيرات وسط القطاع. وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف قدرت للوكالة فرانسوا برينس أن المواطنين قتلا قبل قليل من غارة عدوانية استهدفت دراجة نارية في مخيم الغازين وسط القطاع. وذكر شهود أعيان أن طائرة استطلاع استهدفت مواطنين كان على دراجة نارية في شارع الرئيسي وسط مغازي، موضحين أن القتيلين هما أب وابنه. وأضافوا أن الشهيدين في مخيم مغازي هم عبد الكريم مصدر وابنه مسعود مصدر. وأوضح قدرة أن جميع القتلى تم نقل جثثهم ممزقة إثر استهداف المباشر إلى مستشفى الشهداء الأقصى في دير بلح، مشيرا أنه من بين القتلى في مسجد نضال بدران وطارق جاد الله ومعاذ زايد، وبدون أن يضيف أي تفاصيل. ومن جهة أخرى ذكرت وزارة الداخلية أن مسجد عز الدين قسام تعرض لقصف جوي بعدة صواريخ أدى إلى تدميره كاملا باستثناء مأذنته، وألحقت أضرار جسيمة في أكثر من 10 منازل مجاورة، وبصواريخ أطلقت من طائرات F-16. أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم استهداف 5 مساجد منذ مساء أمس الجمعة، 3 منهم تم تدميرها بشكل كامل. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية نشرة الأخبار، قدمتها إلى حضراتكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، وحتى لقاءنا التالي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.